كيفكن؟ طبعا جايين انا والعيله الكريمه، ماما ايهم وانا سمعنا بعده بالسياره. المهم اجينا ناكل نتعشى عند ابو العبد، عند فروج ابو العبد. هلا 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 هلا. اوكي ماما، ماما متحمسه اكثر. ما بعرف عنه بس بالكويت، ما بعرف جايز. هو براند كويتي بس جديد فتح بدبي، يعني بالامارات وبدبي حصريا، وان شاء الله بكل الامارات قريبا حنفوت نجربه مع بعض. وماما حتجرب، مشهور غني عن التعريف. انا ما بعرفه، لازم نشوف نجرب. طبعا حبايبي فتنا، اوبا هاي. راح افوت لكم لجوا. طبعا حبايبي كل شيء فريش هون بينعمل قدام الزبون. شوفوا 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 كل شيء قدامي عم ينعمل. طبعا في عندهم مسحب دجاج وطاو والخلطه السريه، وعندهم كمان دجاج على الفحم، وعندهم للناس كمان اللي بتعمل دايت. اللي بيعملوا دايت عندهم كتير شغلات للدايت هون، ويعني شيء رهيب، كل شيء نظيف، كل شيء تمام. اوف شيء بيشهي. طبعا بعد ما خلصنا من المشوى بيتقطع الدجاج هون. الله، طبعا ما بدي اخبركم عن ريحه قديش طيبه. بنأخذ الدجاج وبنحط بالساندويتش. الله شيء بيشهي صراحه. الحلو انه كل شيء قدامي وكل شيء فريش يعني. وبعدين بنحط مره ثانيه هون. الله شكرا شكرا. طبعا هون عم يخلطوا الخلطه السريه هي، هون السر. بس بعد ما اروح من هون بدي اخذ منك الوصفه. اوكي. واو. طبعا هذا العيران جايز، اللي بدوق عيران فروج ابو العبد، وعلى تحدي بيني وبينكم اطيب عيران بدوقه. هاي السندويشه خلاص صرنا جاهزين، هلا حان وقت الذوقان. شكرا. جايز شوفوا لي هالصفرة الحلوة، فتوش، وهون في عندنا الطاووق، وهون دايت، وهون فروج. هذا عبود، هذا عبود اسمه. طبعا حبايبي حان وقت التذوق، حدوق هلا السندويشه معكم حبايبي. سبب الاعلانات بتكذب، هاي السندويشه الثانيه. والله اوكي نندوق مع بعض. تمام، اكلت تنتين وجاي تتذوق على السوري. يخرب بيتك. هاي الثالثه. لا الثانيه، والله الثانيه. المهم انا دقتها جايز، كثير طيبه، رح ارجع ادوقها معكم. ها تضحك علينا، اعطيني سندوتشتكم اصور فيها اعلان وبتخلصها. اكلت شعرك، اكلت شعرك كمان. اوف والله طيبه. دايت اللي كمان وجبه دايت. شوفوا شوفوا الدايت، انا سويابي ما شاء الله. شوفوا دايت مع مكسر، يعني بقدرش العب جيم. شوفوا حبايبي بعد ما اكلت وخلصت، يعني صراحه سطلت قد ما اكلت. راح احكي لكم شوي عن فروج ابو العبد. في منه افرع كثير، هو براند كويتي الاصل لبناني، في عنده اربع افرع بالكويت، كمان بالبحرين وبالعراق وبغداد وباربيل وبكركوك وبالسليمانيه، قريبا حيفتحوا بعمان وبالسعوديه، وهذا اول فرع لهم بالامارات بدبي، وقريبا ان شاء الله بكل الامارات. شيء بجنن، شيء بشهي، بنصح الكل يروح ياكل. وهذا حسابهم الانستغرام، ضيفوهم، حبكم كثير.